ايوه ريكورد اون ذا كلاود. خلاص التسجيل بديناه فوق، كاتب ريكوردنج تمام. طيب كنت بسأل سؤال، بس داير اطمئن على حاجتين قبل ما ابدا على بركه الله. الحاجه الاولى زي ما قلت لكم، do you know how to share your screen؟ أنا I do نعم. it. هل ظهر لك يا بروف؟ أنا I do it. I share my screen. شايفين؟ هل ظهر ايوه لي؟ شايفين يور سكرين واخر حلقه، وشفت طلع لك الكورس. بروف الكورس سوري هنا الثاني بس لسه ما عملناه وبنعمله لك هسه. طيب نستغل مايكل مره ثانيه. طيب يا مايكل، هسه انت شيرين يور سكرين، دو يو نو هاو تو جو باك تو زوم من غير ما توقف الشيرنج؟ انا شايفكم لانه انا حاطط الداشبورد كده بتاعت الزوم يعني على السايد اليمين من الشاشة. ف هو الهدف شنو؟ الهدف انه يعني طبعا انت الواحد لما يكون شغال على الكمبيوتر، وذر اتس لابتوب ولا تليفون ولا تاب ولا اي حاجه، بيكون سم تايمز يو ويل بي مالتي تاسكينج، فاتح لك حاجه ده تورينا غيرها، فاتحه الانترنت وفاتحه الزوم وفاتح كده، وانتوا كلكم ناس طبعا يعني الكمبيوتر بالنسبه لكم يعني معيشه يوميه يعني. فأسرع طريقة أنا بستخدمها والناس المفروض يستخدموها هي الألت تاب. ألت التاب تاب، التاب يس أيوه يس ألت اي تاب، عشان تو موف فروم ون ويندو تو ذا أذر بالألت تاب. فأنا أي وود لايك يعني تو ميك شور، عشان من الناس بعدين لما نقول له خلاص كده غير كده ورينا كده ارجع للزوم وكده، يكون بيقدر يعمل الحكاية دي بالألت تاب. يلا الحاجة الثالثة قبل ما نبدأ، إذا في زول ما قدر يدخل موديل يكلمنا عشان نتأكد انه everybody is in عشان نبدأ على بركة الله. كل الناس قدروا to log in to موديل؟ في حاجتين هنا يا بروف. أيوة. اول حاجة انا log in في جهاز تاني ما في الايباد اللي هو داخل بيه الزوم. الحاجة أيوة. التانية يعني بنشتغل اي او اس، بنشتغل بابل، فما عندنا الت تاب دي، فحب نفهم مين ايوه المساله بتاعت انه فين وكده. هي دي مش المفروض تكون كوماند تاب يا تمام. شاسترال؟ كوماند سي ام دي بدل هناي في، انا لانه عندي نفس القصه، لكن الت تاب في الابل موجوده في الاي او اس. انا شغال بالاي او اس بالمناسبه، لكن تراي ات ويز كوماند الاوامر تاب وجربه وشوفه، لكن انا الان شغال بها بالالت تاب في ابل. اوكي كوماند تاب. مش معاك الموضوع؟ تمام خلاص تمام. طيب بس انا لانه ما دارت بس انا دكتور، هل ممكن بالموبايل نقدر نخش؟ ما شغال باللابتوب. جدا بالموبايل ذاته، ادخل على المودم وادخل على الزوم الاثنين. طيب يا بروف احنا حاسين لكن ما عارفه الحاجه اللي انت قلت عليها. انا حسي انا فاتحه الزوم حسي وشايفاكم وشايفه كل الناس، لكن حافتح معاه المودم في نفس الوقت في الموبايل ولا الا امشي لللابتوب؟ طبعا انا بفضل اللابتوب، واذا انت شغال الزوم بالموبايل ولا باللابتوب، انا بفضل اللابتوب وبفضل الحاجات ذات يكون في اللابتوب، عشان نقول لك شير ذا سكرين تقدر تعمل شير للسكرين، لكن بالموبايل ممكن يو كان اولسو شير ذا سكرين ويو كان مالتي تاسك وكل حاجه، لكن بتبقى صعبه شويه مش كده بالموبايل. صعب شديد، نفضل اللابتوب. في الموبايل المفروض بس عادي ترجع للسكرين الثاني زي شغاله برنامجين مع بعض يعني. بالضبط ايوه. بينفع لحظه الكهرباء قاطعه؟ طبعا الكهرباء قطعت. انت اخوي في ظلمة حالك هسه. الله في ظلمة حالك تماما. الله المستعان. بس الله المستعان نفتح الكمبيوتر وننزل الحاجات ما في طريقه. الله المستعان. بس ادوني 1 سكند نعمل لمايكل كورس. ريني
9 خليه 2 6 9 طيب إذا الناس كلها خلاص comfortable with Zoom و log in to Moodle we can kick off the session. ممكن بس دقيقتين أدخل من اللابتوب لو عايز لو إلا أدخل باللابتوب. لا كويس ننتظرك في الوقت ده أنا طيب أنا بالوقت ده أتفاعل شوية مع مايكل. أيوة أعمل ريفرش لصفحة الانترنت اللي انت فيها بتاعت المودل. اوكي جاني حاجة اسمها training e-learning through Moodle for faculty of architecture engineering. وفي engineering اوكي وفي trainees 39 بس خلاص انت الان تنتظر الكلام ده نقوله للناس كلهم مع بعض. اوكي اللي انت الان ايوه الداشبورد بتاعك فيه اثنين two courses these are the courses in which you are enrolled. okay واحد انت فيه enrolled as a teacher والثاني فيه enrolled as a student. تمام وهنوريك هتستعملهم كيف بالتبادل يعني. تمام اشكرك جدا يا بروف عبد المنعم. ايوه تفضل. انا شايف الناس اللي دخلوا على المودل يبدو انهم 11 بينما البارتيسيبنتس معنا في الاجتماع ده 23 فيبدو انه في ناس لسه عندهم اشكال في الدخول اليه. عشان كده انا مستني مش كده؟ نستناهم شويه وينكم يا جماعه؟ انتم ما سامعيننا وقاعدين معانا في الزوم وين دخولكم في مودل؟ السلام عليكم بروف. عليكم السلام. لو سمحت انا دخلت في الموديل لكن ما ظاهر لي انه انا عندي تو كورسز العكس مكتوب there is no courses. طيب كده يا مايكل ستوب شيرينج. اوكي حاضر ستوب شيرينج. تعرفي تعملي شيرينج يا نفيسه؟ برضو ما أعرف أنا من التلفون داخلة هل بعمل نورمال سكرين شوت العادي بتاع التليفون ده ولا في حتة في الموديل ذات أنا بعمل منها شير سكرين؟ لا 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 نحن ما بنتكلم عن شيرين سكرين شوت شيرين okay, طيب. موبايل يعني طيب. سينكرونس في مربع أخضر كده في سهم ده اللي بتعمل بيه شيرينج ذا سكرين. انا في التليفون في الموديل ذاته لو سمحت. لا 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 في الزوم. لا لا في الزوم. اوكي احمد يا احمد يا اوكي لقيته سوري. ايوه طيب طيب اوكي ده لما اعمل بيه للموديل سكرين ها المربع الاخضر ده بيعمل لي شير للموديل سكرين أشير للتلفون بتاعي. للتلفون. بعدين بقول لك كده أمشي للموديل. أحمد أخليك تعمل الكلام ده عشان أنا أشتغل التكنولوجيا يعني الموديل. هو الشيرينج سهل يعني فيه أنت بس ما عليك غير إنه تمشي للمربع الأخضر ده. إيه. اضغطيه وأعملي كليك عليه. حاضر عملته. انت حيظهر لك زي ويندو كده فيها الحاجات اللي انت فاتحاها في تلفونك المفتوحه يعني الواتساب ما تعرف شنو قومي امشي طوال اختاري الويندو اللي فيها الداشبورد بتاع الموديل يعني انا هسه بعمل شيرنج هسه لو سمحت لي احمد اخش عليها برضو يعني في نعم هي نفيسة لما تسأل الشيرينج حيحصل لشنو؟ الشيرينج سيمبلي حيكون للحاجة اللي حتظهر في شاشتك حتظهر للناس بهناك. ايوه للشاشة وانت اي حاجة بتعملها بالشاشة للويندوز أيوة. المفتوحة عندي في التليفون صح؟ ايوه بالظبط كده أيوة.
سو الليست بتاعتي المفروض تكون دي هي الليست اوف ويندوز بتاعت التليفون. انا كنت فاتحه الموديل بس بتختاري واحده منهم تبع تبع الخيارات انه انا اشيره. لا انت بتختاري داير الحاجه اللي داير تشيريها مثلا ممكن يكون فايل وورد ممكن يكون فايل بتاع باوربوينت الحاجه داير الناس تشوفها. اوكي ما جاست سكرين فاضي بتاعت الموديل وخلاص يعني. لا 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 اتس وات يو وونت تو شير. اوكي بعدين يعني بعدين حضرتك الداتا الناس تشوفه يكون دياجرام صوره اتس وات يو شير حيشوفوا الناس في السكرين. هي اكشلي اي حاجه انت بتعمليها بعد ده الناس حيشوفوها يعني زي كانك فتحت جهازك للناس كلهم عشان يشوفوه. اوكي معناها لازم يكون عندي ماتيريال موجوده في الموديل كورس او اي حاجه بعد كده نعمل لها شير من هنا. يعني احنا ما حنطلب منك الماتيريال ذات ثانيه. نحن بهمنا الان لما تعمل الشيرنج تعمل لنا شيرنج للموديل سكرين بتاعك عشان نشوف مشكلتك وين. فالان تقدر تعمل شير وتعمل شير للموديل سكرين. اوكي I will try. يا برو السلام عليكم. وعليكم السلام. دينا فيز عمل السيارة. انا بس عندي مشكله انه انا قاعد احاول قاعد احاول ادخل جديد انا بيسعدني اليوزر نيم والباسورد. اوكي ثانك يو معليش بيبي ستيبس. طيب انت هسه ما قلتي ما في حاجه ظاهره لك ما هو ده الكورس ظاهر لك ولا شنو؟ وانزل الو هي كمان انزل اللي كورس واحد بس خلاص خلاص خلينا بنرجع لك يعني فيزا شوف هاي كل حاجه تمام بعد غير ترينينج تمام كده صح يا كده مظبوط يلا اكرم سامعني ايوه سامعني السلام عليكم ايوه يا دكتور صلاح احنا سامعينك الحمد لله على السلامه والله دي سلامه زي نص ساعه شغال الحمد لله على السلامه اول واحد دخلت معانا اي والله ومتشوقين نسمع صوتك ده قلنا الزول الجبدري ده يعني نهني نهني دكتور صلاح يا جماعه بسلامه الدخول بهذا الاجازه زي ما بيقولوا ام كلثوم بس يا دكتور صلاح والله لي نص ساعه شغال لقد هرمنا في انتظار هذا اليوم لقد هرمنا اي هرمت براك يا دكتور فيزا ستوب شيرينج فيزا ممكن اوكي بروف 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 معانا هنا دكتور الفاضل ازرق ده من معايا انا هنا في دكتوري في هندسه مدنيه. اوكي دكتور فاضل هل بتحتاج انه تكون بتعمل له الموديل ما انتوا الثلاثه انا شفت الايميل حقكم او الواتساب مسج قبل شويه فما لقيت فرصه فانت عملت لك الان يعني فهم الاثنين عمل لهم هو ومعه ثاني منه الفاضل في دكتور يوسف بس دكتور يوسف كهرباء قاطعة وتلفونه قاطع ما حيقدر يعني خلاص أقول له هنا بيرو إزمي أنا حاضيف له وحاضيف اسمه وحاضيفه للكورسين أنا أضيفت أوريدي اسمه لكن حاضيفه للكورس بتاعه هو والكورس اللي نحن هنشتغل به in a minute. طيب دكتور أكرم أرجو بس إضافة دكتور الفاضل أزرق في الجروب عشان يتابع اللينك بتاع موديل. طيب انا خليت تليفونه عندي لكن برضه للضمان ارسل له اللينك بتاعت الواتساب لانه ممكن هي كان جوين دايركتلي ثرو. طيب ما جاء انا اللينك ما جاني بعد ما مايكل يا دكتور انا موجود الحقيقه معلش متاسف لاني دخلت زي ربع ساعه متاخر شايف الناس يا دوبهم بيخشوا ما حبيت ازعج الناس فقلت كده لما نشوف الحاصل شنو بعدين نتكلم. لا ما ندخلك معنا في الجروب. اوكي ايوه ممكن تدخلوني في الجروب شكرا جزيلا. اللينك بتاع الجروب يا دكتور اكرم وين؟ في الشات قاعده هنا فوق. اوكي طيب اوكي جيتا ايوه يا اكتب في الشات يا يو كان سند هيم ذس لينك. طيب انا هو ما عايز يفتح معي انا البتاع ده. اوكي اي ويل فورورد هنا أبي نفسه الملف اللي رسلته لك فيه تلفون فاضل
انا ما فتحت الملف بس كنت اطلب منك تفضل تطلعني انا اي كان اتين برضه اوكي برضه يا بروف عندي حاجه هنا احنا طبعا خدتينا جدولنا وكذا لكن برضه عشان نشوف هل حتاثر ولا لا مع الناس بجدول الكهرباء الحاصله حتلقى نفس الناس كل مره هنا ما حيقدر يشارك معك بال يعني احد ثلاث خميس هنا ناصر الكهرباء مقاطعه سابت المساء. طيب انا ما عندي اذا انتم ما عندكم مانع وشفت للاثنين ولا الاربعة I don't mind لا كده ما ده ما كده نحن ظلمنا الناس قاعدين في النعيم ده كده حنتمقلب نحن هنتمقلب كده انا بنترس الشوارع عادي كده نحن لو 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 كلكم جيتوا الجامعه كلكم بتلقوا النور شغال انا حاسس اكثر شغال من الجامعه قاعد في مكتبي في الجامعه ما لانه لو رجعت البيت حلقة الكهرباء قاطعه يعني. يا مايكل الساعه 7 الا تلت يا اخي ما معقوله اجي الجامعه انا جاي انا قاعد مخصوص عشان الحاجه دي يعني كان عندك كمان ماذا احنا كويسين كده والله تعمل لنا اي حركه بندرس يا شباب شباب الساعه 7 احنا لسه ما بدينا الساعه 7 احنا لسه ما بدينا ايوه نبدا يا جماعه فنبدا هو الحقيقه البرين ستورمينج دي وتراينج الثينكس دي از بارت اللي هو ده اسمه نافيجيتنج والسيشن بتاعنا اليوم is about navigation. The first part of navigation is navigating the Zoom يعني interface. عشان بعدها نبدأ navigating the Moodle interface. فأنا الآن خلاص بس أضيف الفاضل بس باقي الفاضل دقيقة واحدة ويكون on الفاضل عبد الرحمن أزرق. طيب عملنا له الكورس ونضيفه للكورس بتاعنا مع بعض اللي هو نجي هنا courses dashboard الفاضل انت هتدخل الان اللابتوب اي انا الحقيقة في التلفون لكن هحاول ما في التلفون ادوك اللينك بتاعت الموقع المودل لا هو يخش الجروب انا بعت له اللينك في البرايفت يا دكتور الفاضل انا بعت لك اللينك في البرايفت للجروب خش وبعد كده هعمل لك لينك للمودل او هديك الموديل طوال هديك لو حاسس طوال طيب ده اما الفاضل ادخل نتاكد انه منى قالت هتستعمل اللابتوب منى رضوان خلاص توب لكن بس معلش للازعاج انا في اللابتوب ما قادره تو جوين في عايزه اي دي وما قادره القى لكن اضطريت نزلت الواتساب على اللابتوب عشان اخش طوالي باللينك ده الاخرني أيوة. يعني تمام لكن حاسه حدخل طوالي يعني ما عندي حاجه بس سؤال سريع انا ما قادر اخش على المودل مع انه بستعمل يوزر نيم والباسورد القاعده في الاكسل شيت فما اعرف الريزن شنو انت منو ما بخش بيعمل لي انفاليد محمد فقير اللي هو محمد حسين ثواني انا اشوف لك اليوزر نيم والباسورد وتعمل الحكايه دي مره ثانيه محمد فقير نمشي. كان في ليست فيها اليوزر نيمز ترسلت لنا انا ما اعرف وين اي لكن ما تغيرت الباسورد بس محمد فقير ام اف اي جي دبل اي ار ام فقير طوالي الباسورد برسلك هسه في الواتساب جروب ايوه بس خلاص تمام الباسورد دي لكل الناس بعد يعني لما ندخل بعد شوية أنا حوريكم how to change the password والكلام ده كله بس نتأكد إنه محمد فقير وصلت فقير طيب يلا انا مره ثانيه بسم الله الرحمن الرحيم ونشكر الحضور على يعني تواجدهم معنا واهتمامهم وحماسهم يعني
اليوم حيكون زي ما أنا قدمت قبل شوية إنه اليوم حنقضي اليوم تقريبا ما تبقى من وقت ممكن نجرى شوية 10 دقائق حاجة زي كذا نشوف how do we navigate لأنه أهم حاجة أنت تكون able to navigate the environment بتاعت ال learning management system اللي اسمه موديل دي في ناس استعملوا قبل كده لكن we would like you to be able to navigate it as a teacher ويكون عندك فكرة عن إنه how does it look for the students يعني وبالتالي مخلينك نحن student في مقرر وteacher في مقرر وفي يوم الاثنين هنشوف how do you navigate when you are a teacher and, and how do you navigate when you are a student and we take it from there فاليوم هيكون mainly navigation بنختمه بمقدمة عن how to add content لكن دي حاجة بس just an introduction لكن الموضوع mainly is about navigation navigation and administration ما مجرد navigation how do you manage things أنا ببدأ by sharing my screen الآن and if you can see my screen ظاهر لكم الموديل صح وشكل بيشبه الشكل اللي جيتوا انتوا لما when you logged in صح ولا انا غلطان مظبوط تمام ما في اختلاف لا مظبوط طبعا ناس التليفونات بيكونوا الحاجات مرصوصه تحت بعض يعني لكن انا اقصد في اللابتوبس والديسكتوبس بروف دكتور فاضل بيسأل من الباسورد بتاعت لوجن بتاعت الموديل انت دي حقتي انا دي حقت الناس كلهم وبعدين هو يغيرها دكتور فاضل كابيت انا خلاص هكتبها له كابيتال اي هي في الكورس هيستولوجي دي ولا في where is it supposed to be entered? Okay, I send the link again. في اختلاف يا بروف انت عندك كورسات زياده انا عندي كورس في under here under training platform what is it under the training platform طيب what should I put my what is the username will be كدين احنا نبدا من البدايه انت you clicked on the link اللي طلعت لك كيف وصلت للمرحله اللي انت فيها دي كيف انا وصلت I click on the link from the WhatsApp طيب جميل طلب منك يوزر نيم باسورد yes من training platform yeah. ايوه دخلت اليوزر نيم والباسورد which are the, ما عارف وين هم what is what طيب. are they اليوزر نيم اليوزر نيم is الفاضل لكن دي اتش وليس دي فقط اي ال اف اي دي اتش اي ال الفاضل اوكي الباسورد كابيتال اي كابيتال اي بعدين باللور كيس بي سي دي بي او بي بوي بي سي ايوه بي سي دي BCD داش. ايوه وداش 1 2 3 داش 1 2 3 لوجن يس دخلت وقال لي الفاضل عبد الرحمن وبيسالني من تشين باسورد يلا غيرها براحتك Do I need to do it now ممكن اعملها later لا انا ما قلت له فورس طيب اوكي كارن باسورد اوكي نيو باسورد انا بختاره انا ما طلبها مني بعدين توروني له لا نسيت اعمل لها فورسينج بالنسبه لك انت اوكي طيب وي ديد قال لي ما نفسه كده ما تروح بعدين والله إن شاء الله ما حتروح داير مني برضو داير ليه
لا داير التوافق على ما أعرف شنو وافق ليه وانزل تهد وقول ليه ما لا لا هو داير لا لازم يكون في باسورد نفسه حرف كابيتال أي حرف كابيتال يس يس وأرقام وأي علامة أي كرة أيوة أيوة لازم كده... لازم يكلود الحاجات دي غير كده وافق ساعة يا دكتور الفاضل وافق بس ما بديك عوية ما بخليك accept okay remove okay خلاص دخلت لي recently access طبعا ما عندي أي recently access في training عندك كورسين صح؟ أي في training e-learning through module through Moodle for faculty of architecture والثانية trainees ايوه تريني سيرتيت ممتاز جدا yes. بس خلاص كده يا جماعه كلنا تمام يلا نرجع لسؤال اللي انا سالته اطلع عليكم مختلف من اطلع علي انا ده ولا بيشبه ولا شنو مختلف انت عندك كورسات كثيره ما بيشبهنا يا بروف اول حاجه ما في تو كورس قاعدين انا عندي ما في تو كورس قاعدين ايوه طيب خلاص نفعلهم لك بعد شويه لكن دخلتي انت البلاتفورم انا دخلت اير في البلاتفورم في السين طيب طيب لاحظوا معي شايفين انتوا البلاتفورم شايفين الانترفيس بتاعي صح؟ يس yeah. يا yeah. عليكم في ناس بتكتب لنا في الشات في حاجات I need to leave now talk to you later ده بكري اوكي طيب مثلا انا داير انا لانه داير اوريكم الاختلافات انا not just a teacher انا site administrator عشان كده بتظهر لي الحاجات كلها فانتو you don't need to worry about this وحتى هنا في حاجه اسمها site administration دي انتوا بتطلع عليكم يعني انا I can manage the site لكن انتوا you can manage your courses فأنا اليوم هنبدأ نوريكم how are you going to navigate and how do you manage your courses. أنا برضو لما نمشي للسايت هوم في حاجة اسمها سايت هوم أنا كل المقررات أنتوا ذاته ممكن تطلع عليكم السايت هوم لكن أنا I can manage يعني مثلا أنا الآن أمشي ل تريني 37 أنا دار أشوف ليمون الرضوان ما ظاهر لا هي دي تريني 37 نشوف مين التيتشر في تريني 37 لقيناها سارة نمشي ل 36 تريني 36 افتكر تريني 36 just a minute تريني 36 الparticipants منى ليش ما طالع عليك اهو ده ما طالع عليك 36 المفروض يكون طالع عليك كورس اسمه تريني 36 يا دوب يا دوب جاني حسي يا بروف يا دوب جاني تو كورس اللي هو هاي مديني حاجتين في ريسنتلي اكسس كورس اللي هو تريننج وبعد كده في كورس اوفر فيو تحت ليو هل دي الحته الصح اللي انا فيها؟ اي تمام جدا تمام جدا تمام جدا هاي. طيب تاني ملاحظين اي فرق يا جماعه؟ طيب انا طبعا لانه موجود كنت في ال ام اس لانه هسه بخش بيوزر نيم وباسورد مختلفات عشان كده لما امشي للسايت هوم بلقى حاجاتك انت ستيل ايوه بتلقاها لكن اقصد what we call the dashboard dashboard when you log in بيطلع لك حاجه اسمها the dashboard ودي دارين نبدا بيها الان yes. فانا داري شو الداشبورد بتاعي ده لما نقعد اوصف بيشبه الداشبورد اطلع عليكم ولا في اختلاف؟ انا داير اشوف how observant you are. So far it's the same, yes. عندكم باليمين كولم زي ده كده؟ ايوه. No. ايوه. Yes. ايوه مش كده؟ وفي النص عندكم كورسات لكن ما قدر دي. ايوه بالظبط. وبالشمال عندكم الليسته دي صح؟ ايوه. Yes. This is called the dashboard. We would like to describe the dashboard عشان انت تعرف تعمل فيه navigation. الداشبورد لو ملاحظين انه has got three columns. A left column اللي بالشمال دي
ولو انت ملاحظ له هتلقى كلمه داشبورد اول واحده فوق وهايلايتد، معناها الحاجه المفتوحه في النص دي is the dashboard. If I click on any of these باليسار ديل it will take me to another place. يعني ممكن اضغط له واقول له كالندر، الحته اللي في النص هتتقلب تجيب لي الكالندر. اذا this left column is called the navigation draw or drawer. The navigation or the nav draw in short, nav draw. دي الحتة اللي انت يو نافيجيت المنطقة في النص دي سريعة. يعني انا ممكن امشي لهنا دي سي ده طوالي مباشرة من هنا. وممكن امشي للبرايفت فايلز من هنا. فدي quick navigation of central space دي. المنطقة في الوسط دي. دي الكويك نافيجيشن من هنا. ماد من دي اللي هو موديل ادمنستريشن one of my courses يعني. فاذا ده اسمه نافيجيشن درو. والنافيجيشن درو دي انا دايركم تكونوا عارفين في لحظة انك في الداشبورد بيجيب لك سايت هوم في الاول وكالندر وبرايفت فايلز وكونتنت بانك. Then we will later have a look at them. وبعد كده بيجيب لك your courses, my courses. وبيطلع لك هنا just into بالنسبة لكم just two courses. الكورس العام بتاعنا اللي هو اسمه ELTOMF دي اللي هو e-learning training modules or module للآخر. وبيطلع لك الكورس trainee ورقم trainee 1 trainee 7 trainee 13 وهكذا. لما تفتح الكورس بعدين هنوريك الاختلاف اللي هيحصل في هذا. يا بروف الكونتنت بانك ما بيتصرف تكير. ما في ما عند الناس كلها فيها. انا بعد البرايفت فايلز في حاجه اسمها ماي كورسز، في حاجه اسمها اي ال تي ام دبل اف او اي دول كورس الاولاني في يور كورسز. طيب ليه الكونتنت بانك انا ظاهر لي وانتم ما ظاهر لكم؟ لانه once you log in into the course انت الان لانك برا اساسا، انا لانه ادمنستريتور انا برا ولا جوا بالنسبه لي ذا سيم، كل الحاجات ظاهره. انت ما بتفتح لك اشياء until you log in to a course. اوكي فحنشوفه later on وحيكون ده الكونتنت، لانه ده مهم جدا، ده واحده من الاشياء اللي لازم نعرفها يعني ونعرف كيف نتعامل معاها. This content bank. لكن كويس جدا. So later. Drawing my attention to this point. طيب هذا النافيجيشن درو مضيق عليه الشاشة يعني. أنا قد ما أكون محتاج له all the time. فوق له طوالي في ثلاثة أشرطة فوق بعض. دي أو في الفيرشنز الجديدة في حاجة ثانية. لكن المهم this is where you it's a toggle. You close and open the navigation draw من هنا. لاحظ كده انا قفلته عشان الصفحه تكون مرحرحه وشايل الحاجات. لو احتجت له اي جست كليك اون ات واختار الحاجه الدار امشي لها وامشي لها على طول من هنا. دي السبيس الاول في الانترفيس بتاع الموديل والانترفيس بتاع الداشبورد. طيب في النص دي المنطقه اللي فيها this is the work area اللي بيطلع لي فيها الكورسات والمقررات اللي انا انرولد فيها، او لما نفتح مقرر بيفتح لي الكونتنت بتاع المقرر في نفس الاريا دي. فاذا this is the working area او the courses area whatever you would like to call it، المنطقه في الوسط دي. ودي هنتعامل معاها اكثر من النافيجيشن دور. The right column او the column on the right side اللي هنا دي ده اسمه the display column، وبيعمل display للأشياء in the form of يعني خليني أنا أفتح كورس واحد بس سريع وأجيب لكم في النهاية. هنا في النهاية في حاجة اسمها blocks. فإذا باليمين دي هي blocks، وإنت بتظبطها من لما تدخل على blocks هنا تقول له لا انا البلوك داير البلوك الفلاني البلوك الفلاني ما دايره. انا مخلي الكالندر از بلوك ظاهر، الباديز خليك منها هو ايفر از لوجد ان، لان اي وود لايك تو نو هو از لوجد ان تو موديل الان اللي هم ديال الناس 16 الان لوجد ان تو موديل انكلودينج ماي سيلف. وهنا خاتي اذا في اب كومينج اكتيفيتيز تطلع لي هنا
وإذا أنا أضفت أي private files للمنطقة اللي مكتوب فيها private files دي تكون ظاهرة لي هنا عشان أتعامل معها سريع. فإتس شنو؟ It's an area for the display of selected blocks. Later on, بنعرف how do you make, how do you select blocks and add them to your interface. دي الثلاثة columns. Column في اليسار, navigation draw. Column في الوسط, دي ال working area أو ال courses area أو ال course area. وهنا عندنا ال blocks اللي فيها ال display displayed issues هنا. Issues including the calendar, etc. طيب بالإضافة لكذا عندي فوق لو لاحظتوا طبعا أكيد لاحظتوا إنه في اسمك وفي دائرة الناس اللي ما لسه موضوع صورة دي ما هنشوفه بعد شوية وسهم. إذن صورة أو دائرة فاضية واسمك والسمول أرو هيد دي جنبها في حاجة اسمه في النوتيفيكيشنز وفي المسجز. أنا إحنا دايرين الثلاثة ديل باليمين ديل لأنه ديل this is where you go بيسموه the users menu. فإذا عندك أربع أشياء موجودة وين في الانترفيس: a navigation draw, a work area, a display area and a users menu. طيب نحن هنتعامل مع users menu ده اليوم إنه أنت نقول لك يا أخي أفتح users menu وأمشي للبروفايل. يلا خلونا نشوف. أنا مشيت البروفايل بتاعي. We want you. نحن عملنا يا جماعة حاجات مخصوص قاصدين يعني مثلا الناس كلهم عملت لهم الكنتري سعودي عربيا. لا تدخل تقول لا الكنتري السودان. التاون رياض تدخل تغير الخرطوم ومدرمان أور وريبا. وبس دارين منك غير إنه تتأكد إنه الإيميل بتاعك مكتوب مظبوط يعني. إذا عندك ملاحظات and you would like to change تضغط edit profile. بفتح لك هنا الإديتر من الضمن خدت لك هنا لو ده تغير الباسورد. شايف هنا مكان الباسورد you can click في القلم دي وتغير الباسورد and you press enter. وممكن تضيف صورتك هنا. يلا this is the time to tell you a little bit about this window. الويندو دي اسمه the upload window. فيه شكل السهم النازل اللي تحت دي وكاتب لك you can drag and drop files here to add them. يعني if you would like to add anything هما قال لك هنا صورتك وينها. تقوم تصغر الويندو بتاع الاكسبلورر وتمشي تعمل نافيجيشن برا يعني تمشي للكمبيوتر وتمشي الويندوز نافيجيتر بتاعك الويندوز اكسبلورر بتاعك سوري وتفتح الحتة اللي عندك فيها صورة and you just drag it and drop it هنا. اتفضل يا فاضل. اي ممكن تعمل editing لاسمك في البروفايل. ايوه كويس خلاص اي اوريدي عرفتها بقدر خلاص شكرا. ده الشيء اللي اضفناه لك دي للضبط. الى الاتش دي ما عجباني. على كيف طيب جو اهيد ام سوري تو يعني اي اوريدي ديد ات. لا تمام خلاص. اذا خلاص الناس اوريدي بدت يا جماعه لكن خلوني اكمل لكم الابلود ويندو ده لانه وي ار جوين تو يوز ات اولموست افري داي. الطريقه الاولى تو ابلود فايلز از ثرو دراجينج اند دروبينج. لكن الطريقة الثانية يكليك هتلقى كلمة files وفوق ليها في ورقة مطوية صغيرة كده اللي هي الرمز بتاع file يعني فبتضغط فيها. لما تضغط فيها بيطلع لك حاجة اسمها file picker. الfile picker لو لاحظته هو بيعمل picking لfile من 7 مواقع مختلفة. واحدة منهم الأبلود وبيجيب لك by default. لكن later on عندنا الكونتنت بانك وعندنا الريسنت فايلز وعندنا السيرفر فايلز. دي ليترون هنشوف كيف هنتعامل معاهم دي. لكن المهم الفايل بيكر يو ديسايد وير يو وود لايك تو بيك ذا فايل فروم. يعني انت اذا عندك داير موضوع البرايفت فايلز دي تملاها هنا برايفت فايل تاخد فيها حاجات نوبودي ايلس كان اكسس
تاخد صورتك، تاخد السي في، تاخد whatever، عشان لما تيجي تحتاج لهم تلقاهم طوالي، you just use them from that private file repository. لكن anyhow أنا جيت هنا عشان أوريكم how do you upload a file بالfile picker. You click choose file، وطبعا لما تقول لي choose file طوالي بيفتح لك الويندوز اكسبلورر بتاعك، وتبتدي أنت تفتش للمكان عادي يعني، وتختار file and you open the file. When you open the file بتقول له upload this file. تضغط في upload بيقوم. طيب أنا أحسن عشان شنو نعملها practically، بس أنا ما عندي صورة هنا، ممكن أعملها بأي صورة يعني ما تفرق، وأجي أغيرها later on. Saved pictures ما في saved pictures camera roll. Anyhow when you select an image و click upload this file، هو بيجيب لك الفايل في صفحة تانية حوريكم لها later on. معلش I don't have، أنا كمبيوتر كنت شغال فيه ولكلك وشغال بواحد جديد ما فيه أي حاجة. طيب دي موضوع uploading a file through the file picker، وبتقول له طوالي save the file، يعني الصفحة الجاية إنه you save the uploaded file. طيب أحمد عبد الله تفضل. هو طبعا أظن الصفحة دي هل للصورة بس، لأنه شايف مكتوب accepted files. أيوة أيوة أنا قلت لك file picker، هي للصور بس. لا 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 file picker الآن، لأنه أنا قلت له هنا الآن لصورة. ايوه ده كده. لكن لو انت قلت لي ذات ابلود اني فايل بيفتح لك، ولكن بيحكموا لك انا الان لو حاولت تو ابلود اني اذر فايل ذان ان ايمج فايل هيقول لي ده ما اكسبتد، لانه انا قلت لي ذات ابلود ان ايمج. لكن ممكن اقول لي ذات ابلود انذر فايل بيسمح بالحاجات الثانيه كلها. فاذا دي فايل فيكر وي ار جوينت تو يوز ات اجين اند اجين اند اجين. هذه الحاجة كويسة لأنه هتعلم الناس يشتغلوا على LMS بعدين يقدر يشتغلوا عليه. أه. والفايل بيكر ده شكله زي الفايل بيكر الموجود في LMS نفسه. ما هو ده الفايل بيكر بتاع LMS؟ يلا الناس اللي ما قاعد يشتغلوا بالLMS بعد ده بيتعلموا يشتغلوا عليه يعني. أيوة بالضبط كده بالضبط كده. طيب عندنا اثنين رفعوا أيديهم، مين هما؟ ولدين من اول اكرم رفع يده بس. تفضل يا دكتور تفضل. طيب مدام شغالين انتوا مدام شغالين في 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 اديتنج البروفايل، برضه انبه لحاجه. انا خشيت لقيت الايميل تاعي مكتوب بدون الدوت، هو زي ما كان نازل عندك. ايوه فانبه يجوا الايميل فيه دوت تو تشينج الايميل، وهو ما حيغيروا دايركت، حيرسل على الايميل الجديد بعد ما يحصل فيريفيكيشن حتى ويل اكسبت التشينج. تمام تمام yeah. يبقى بعد شوية هنديهم دقيقتين ثلاثة للناس اللي ما قدروا يعملوها while we are يعني explaining، إنه تدخل تغير الحاجات اللي قلناها في البروفايل. You add an image please، you check your email زي ما قال أكرم، إذا في نقط نحن شلناها تضيفها، إذا أنت نحن أدخلنا على اسمك تعديلات ما عجبتك زي الفاضل تقوم تغيرها وهكذا. وإذا دار تغير الباسورد تغيره من هنا، تضغط القلم بيقوم يفتح لك مجال لتغيير الباسورد، تروح مغير الباسورد. تمام دي البروفايل. أنا أرجع للداشبورد. إذا في أي سؤال على الداشبورد مكوناته الثلاثة you can ask، اللي هما navigation draw والمنطقة في الوسط والمنطقة اللي هي الورك اريا والمنطقة باليمين اللي هي البلوكس واليوزرز منيو. قبل ما اطلع من اليوزرز منيو دي، اليوزر منيو فيه حاجة تاني would like to know it now، عشان انت لما تشتغل في المقرر حقك دار تشوفه with the eye of a student you need to change or to switch role. ففي نهاية اليوزرز منيو في حاجة اسمها switch role، فانت يكليك اون ات بيجيب لك الرولز اللي انت مسموح لك سويتش بيناتهم. يعني انا لانه الادمنستريتور انا ممكن تو سويتش تو اني اوف ذيس رولز، لكن انت بالنسبه لك محدوده. دائما الشخص مسموح له تو سويتش رول للناس الاقل منه، يعني انت تيتشر يو كان سويتش رول تو ا نون اديتنج تيتشر اور ستودنت او هكذا يعني.
على أساس إنه تشوف الانترفيس with the eye of that user, not with your eye as a teacher. So you switch the role من هنا. خليني مثلا أنا أغير لتيتشر بدل administrator. الآن أنا بقيت as a teacher, ولأنه أنا teacher في الحاجات دي كلها برضو they are still there وكذا. لكن بالنسبة لك أنت you switch role لstudent عشان تشوف as a student بيظهر لك كيف. بعد كده بترجع تقول له رجعني return to my normal role. طيب في ناس رفعت أيديها, مين would like to say something؟ خلينا نمشي أنا. أيوة دعاء, أفتكر دعاء حليم رفعت قبلي. دعاء طيب يلا دعاء تفضلي. اللي هو ذاته من الأبلود فايل عشان أنزل صورة أو أغيرها من نفس الحتة بتاعت أبلود فايل ولا؟ طيب أنا قلت لك أنت بتمشي وين؟ بتمشي Edit Profile. بروفايل, لما نجي للبروفايل اقول له edit profile. في الedit profile في الاسم والايميل والباسورد الحاجات دي قلنا تتاكد منهم والايميل وكل حاجه. وتحت هنا في الابلود ويندو ده this is where you add your photo. وقلنا في طريقتين, الطريقه الاولى drag and drop drag and drop, والطريقه الثانيه بالفايل بيك اب. You choose the file. تختار الفايل, تعمل له upload this file. تقول له open في الأول, open من هنا, وبعدين تقول له upload this file. وبعدين طيب عشان في ناس سألت منها, خلوني أنا ما فوتيش فالصورة بتاعتي أنا ممكن أنزلها هنا. Download here. And I can download my image وأعملها تاني يعني. المهم أنا لو في ناس جربوها يكون أحسن, عشان كمان أنا داير أدي بعض الناس فرصة to share their screen عشان الموضوع بتاع sharing the screen دي يسلك يعني. في زول عنده صورة وداير يغيرها لنا ويخلي الناس تشوف معانا. أحاول. طيب أنا أوريدي غيرت الصورة. أبو بكر لا أنا داير زول يكون داير أغيرها الآن عشان أنا أوقف sharing the screen وخليه هو to share the screen. في منو مستعد يا جماعة متبرع؟ أنا ممكن أحاول. يلا share the screen. أنا بحاول أعمل add للصورة. لا 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 share the screen. أوكي ما أنا طيب شير. أيوة تمام تمام جدا. و أنزل تحت. الحتة بتاعت الباسورد دكتور بروف ما عندي أنا هنا. وين ال edit للباسورد؟ ما في ما لقيناه. scroll down scroll down scroll down. أيوة أمشي تحت أنا عندي. ما ماشي كده وصلت اخر ال طيب اطلع فوق اطلع فوق شويه. هنا مكان كده نشوف مكان الصوره في الاول مكان الصوره في الاول بعدين نجي نشوف موضوع الباسورد. انا لازم اعمل لها انيبل. ايوه وحتى طبعا يلا ايوه upload a file. تمام يلا choose file. يلا اختار صورة من صورك. إذا ما عندك صورة شخصية أمشي ل pictures واختار أي picture من إيه في عندي. ااا
طيب انا ممكن استعمل دي اعمل 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 البق دي اعمل البق دي دي ال يا اختي يعني عملوا عايزين كان نعمل لهم حياتي اللي هو نوع. ها تفضل عملتها اختار منهم واحد هو اعمل لا اوبن اخترتها يلا قلت اوبن ابلود ذس فايل. طيب هنا في نقطه مهمه جدا هو شايف جاب لك هنا تمام واكسبت الفايل خلاص مكتوبه هنا يلا انزل تحت ابديت بروفايل وانا اي ويل تشيك موضوع تشينجينج ذا باسورد واتاكد انه انا اعمل لها انيبلينج حتى الناس تقدر تشينج ذا باسورد. طيب يا بروف سينس انك يا جوينج تو تشينج دي برضو افتكر البروف الرول كلنا والله ما اعرف انا اتليست ما عندي تشينج رول لانه ات سيمز انه يو اساين مي تو وان رول اونلي. لا ابدا انت طيب بالداشبورد الاساسي الاولاني دي انت يو كان نوت تشينج ذا رول انت ار يو ريدي تو شير سكرين معانا يو شور ما بروبلم. طيب يلا يا مايكل ستوب شيرينج يلا اعمل شيرينج يا فاضل كويس سبحان الله شير ذا سكرين شير ذا سكرين شير ذا سكرين to share which one كويس دي اللي هي فيها الكروم شير. طيب جاتكم ولا هو هنا انا معاكم. طيب يلا يلا اطلع اطلع للداشبورد اضغط كلمه داشبورد في النافيجيشن درو. ايوه دي اسهل من كانسل كويس ايوه. طيب انت الان هنا يو كان نوت تشينج يور لكن ادخل تريني 38 ده كليك اون تريني 38 هنا ما ممكن. طيب يلا امشي ترين عندي والله الفار اي ال الكورس اللي في النص لا جوه جوه في الورك يس 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 اوكي كليك في الصوره كليك في الصوره الصوره ذاتها كفايه يعني ما تستارت اسم ديوب كويس ايوه طيب ايوه انت الان مدرس في الكورس ده ايوه يلا سويتش ايوه ايوه هيقوم يجيح لك يا تبقى نان اديتنج تيتشر يا تبقى ستودنت يا تبقى جيست تمام لانه دي الرولز المتاحه بالنسبه لك كده غير خلاص اغير غير الستودنت. طيب تمام لا امشي امشي فوق 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 في ايوه سويتش رول اختار ستودنت ايوه تمام لاحظت في حاجه كانت ظهرت لك في الكورس كان في حاجه اسمها كورس منيو لما بقيت ستودنت اختفت كده ارجع تاني ارجع اقول له رجعني للرول بتاعي الاصلي طلع لك الكورس منيو شفته باليمين فوق ابر رايت كورنر باليمين انت الان رجعت تيتشر ايوه ده اللي هنشتغله بعد شويه اللي هو ده وين قلت لي وين انا ما ظهر لي انا لا 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 دقيقه ما تحبش ما تحبش ما تحبش لا لا ما هبش طيب ما هبش انت الان لانك دخلت في الكورس بتاعك صح ايوه انت في الكورس از تيتشر عندك حاجه اسمها كورس منيو ده اللي هنشتغله بعد شويه لكن لما تبقى ستودنت هيشيل منك الكورس منيو ده لانه الكورس منيو ده خاص بالتيتشر وخاص معلش بس الكورس منيو وينه ها ما هو ده وين الكورس منيو التيرس ده التيرس باليمين التيرس ايوه ده الكورس منيو كده سويتش رول ثاني اطلع سويتش رول فوق سويتش رول سويتش رول ايوه واعمل نان اديتنج تيتشر اختار الرول بتاع نان اديتنج تيتشر ايوه ده لسه على المنيو ده بيشتغل المنيو لكن لاحظ تير اديتنج اون كانت موجوده هنا وهنا اختفت ما اختفت هاي كان في بوتون ثاني هنا ده ما يقدر أيوة صح. هو تيتشر لكن ما يقدر هو نان اديتنج تيتشر
الستودنت اختفوا الاثنين. الستودنت دي ذاتها بتكون ما في. ايوه. ايوه. اذا changing your role will change the interface. صحيح. للرول اللي انت متقمصه لها. طيب ارجع خلاص وستوب شيرنج عشان نمشي للخطوه اللي بعدها. افتكر الداشبورد الان واضح بالنسبه لنا. وقف الشيرنج يا فاضل. بس اتذكر ذاته كيف. فوق في حاجه اسمها ستوب شير. حاجه اسمها ستوب شير. ايوه يس 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 بس تمام. الله يبارك. طيب الجزء الاول اللي اشتغلناه هو وجربناه يعني نافيجيتنج زوم والناس عرفت تعمل شيرنج وعرفت تعمل شاتنج مش كده؟ وقمنا بعدها دخلنا لوجين لموديل طلع لنا حاجه اسمها الداشبورد اللي هو بيظهر للزول لما نعمل لوجين. الداشبورد فيه 3 كولومز. ذا ليفت كورنر از نافيجيشن درور وعرفنا فيه بعض الاشياء وهنستعمل وانس اجين. وعرفنا كيف how to switch on and off the navigation drawer, how to toggle it بأنك تكليك on the three bars الفوق الصغار ديل. المنطقة في النص هنتعامل معها بعد شوية. المنطقة باليمين اسمها البلوكس والبلوكس دي بنعرف later on how do you do them for display. عرفنا المنيو اللي هو اسمه the user's menu on the upper right corner اللي هو إما صورتك أو الأرو هيد أو اسمك. تضغط في اي واحده من ديل بيعمل لك انسدال كده للدروب داون منيو. وعرفنا منه هاو يو تشينج يور بروفايل اند هاو يو سويتش رول. الان دايرين ننتقل لشنو؟ لانه انت بعد ما تدخل في كورس حيتغير شنو يعني. انا الان داير ادخل لكورس. الكورس اللي انا داير ادخل له هديه الكورس اسمه ديمونستريشن كورس بيشبه بتاعاتكم بالضبط يعني زيكم فيه يعني. فانا هدخل على الديمونستريشن كورس. انت لما تدخل على الكورس بتاعك هيطلع لك كده بس فوق هيكون مكتوب فيه تريني 37 تريني 31 تريني 10 وهكذا. وفيه توبيك 1 توبيك 2 توبيك 3 توبيك 4. ده الشكل اللي بيطلع باي ديفولت. لكن لو لاحظتوا البلوكس اختفت لانه البلوكس دي خاصه بي انا كادمنستريتر. وانتوا لما تدخلوا بالداشبورد في الاول خاشيه بالداش في الداشبورد الاساسي. لكن اول ما تدخل في الكورس مفروض تطلع لنا بلوكات ثانيه دي بنعملها نحن اكتيفلي وي اد ذيس بلوكس. وبتظهر وين؟ اول حاجه لاحظوا الاختلافات اللي حصلت. الاختلاف الاول إنه الهايلايتد اسم الكورس وليس الداشبورد. معناه you are no longer يعني looking at the dashboard, you are now looking at the course في الكورسز اريا اللي في النص. بعدين ظهرت لي حاجات تابعة للكورس. طلعت لي participants, badges, competencies, grades. وبعدين السكشنز أو الelements in my course اللي هو الآن عندي 5 elements announcements و5 و4 topics. فالالمنتس دي نفسها مرصوصه هنا. طبعا بعدين لما تتملي بتقوم تنزل لتحت. انا لو داير امشي لتوبيك 4 دي اسهل لي من هنا. اضغط توبيك 4 بيوديني له وطوالي. وقام نزل الداشبورد والسايت هوم والكالندر والبرايفت فايلز والكونتنت مان وماي كورسز كلها نزلها تحت. ادى اولويه في النافيجيشن للكورس اللي انت فتحته دي. والنافيجيشن في الموقع نزلت تحت لكنها موجوده ما اخفاها. فدي شنو؟ لما تفتح الكورس ده الاختلاف الاول اللي هيحصل. هيحصل اختلاف في النافيجيشن درور نفسه لكن برضه توجلينج بتاعه نفس المكان. يو كان كده اوبن ات اند كلوز ات من هنا. طيب في اضافه ثانيه ظهرت لما دخلت في الكورس اللي هي ذيس از ذا كورسز منيو. وتحته في حكايه تيرن اديتنج اون. هنتعامل مع الاثنين ديل بعد شويه. طبعا ده اسم الكورس بيجيني هنا. وتحته في انت وين يعني. انت والله من الداشبورد ماي كورسز في الكورس بتاعك. الحتة دي مهمة جدا لانه برضو التحرك من الكورس من مواقع مختلفة اسهل من هنا. يعني انا لو فتحت توبيك 1 دي ومشيت ديب لما لو كنت ارجع للداشبورد اسرع علي اضغط كلمة داشبورد دي
ترجعني الداشبورد من هنا. فدي حتة مهمة جدا برضو تنتبه لها، بتتغير ديمتين لما انت تدخل في الكورس. انا هسه لو ضغطت داشبورد الحاجة دي اختفت، مش الحاجة اللي هنا دي اختفت، يبقى لما انا ادخل للكورس بتاعي اللي هو ده demonstration course، اتغير النافيجيشن درو، ظهر لي courses menu وتحته turn editing on، وظهر لي هنا برضو حاجة بتاعت navigation برضو I can use it to navigate. later on هتكون فيها حاجات كثيرة، فانت you can move from one place to the other من النافيجيشن دي. تمام، نجي اول حاجة عندي دي للعناصر المحتوى، عناصر المحتوى. والان انا ما عندي اي محتوى، بس عندي four sections و announcements، four sections و announcements. يلا لو انا داير to manage this course، عندي هنا turn editing on، معناها انا داير اغير الكونتنت اللي موجود حاليا، الكونتنت نفسه داير اغيره، او اضغط المنيو. هنا عندي management issues كثيرة جدا، انا ممكن course completion, unroll, filters, backup, restore, وكمان there is more. فعندي هنا دي this is the courses menu. This is the courses menu, very important. اليوم نحن ما هنشتغل بالcourses menu، لكن أهم حاجة في الcourses menu وده التجربة اليوم قبل بكرة، إنه the settings دي بتاعت الelements دي، الelements وannouncements، settings بتاعتها إذا أنا داير أتصرف فيها، إنه how does the course look like، يبدأ متين ينتهي متين، الكلام ده edit settings. edit settings، فبتضغط edit settings بتحلك فرصة to change the course's name، the course's short name، the full name or short name. في حاجة اسمها course category، الكورس category أنا الكورس بتاعي تابع لكاتيجوري اسمها training، انتو الكورسات بتاعتكم تابع لكاتيجوري اسمها trainees. ده تقسيم للمقررات داخل الانترفيس بتاع مودل، فتغييره بيجي من هنا يكليك اذا متاح لك. طبعا انت حسب الادمنستريتور مديك صلاحيات قدر شنو يعني. بعد كده الكورس بيبتدي 200 بينتهي 200 الى اخره. هنا كورس ستارت ديت والفيزيبيليتي يكون ظاهر ولا ما ظاهر. في ناس في الاول بيخلوه هيدن ويشتغلوا عليه والطلبه اللي دخلوا ما بيلقوه، لكن انت لو دايره تبي شون من الاول تخليها باي ديفولت. طيب تجي ننتقل لتوصيف للسيتنجز دي. في حاجه اسمها ذا سيتنجز اديتور، السيتنجز اديتور. السيتنج اديتورز دي فيها اربع عناصر، لكنها تختلف باختلاف انت داير تعمل سيتنج ل which component of model. مثلا الان دي السيتنجز حقت الكورس، فيها سيكشن اسمه جنرال، فيه نيمز وفيزيبيليتي وست ديت، ده شنو في جنرال. في حاجه اسمها ديسكريبشن، الديسكريبشن دي بتعمل ديسكريبشن للكورس. طيب الحاجه اللي انا دايركم برضو الان تطلعوا عليها وتهبشوا فيها بين الليله والخميس، الاديتر دي اسمها هذا اتو اديتر. الاتو اديتر انا حاطط لكم فيديو ممكن تشوفوه، ممكن تدخلوا تقروا شويه عن الاتو اديتر. فيها ايكونز هنا بتعمل، الجزء الشمال ده بتعمل بيه فورماتنج، والجزء اليمين ده بتعمل بيه اديتنج ادينج ثينجز، يعني اديتنج ادينج ثينجز، والجزء في النص ده بتعمل بيه لينكينج. and if you want more بتضغط في السهم دي بيظهر لك more editing buttons، هم ديل underscore score superscript subscript central alignment الى اخره. ده اسمه the auto editor. I would like you to say explore كده وشوف ال auto editor دي، لانه هنستعمله almost every day. ده هنا شنو اسمه description. دائما في اغلب الاحيان بيكون عندي this اسميناه شنو the upload window، وعرفنا كيف نتعامل مع الأبلود ويندو، either through dragging and dropping أو through the file picker. عشان كده قلت لكم دي مهم جدا. الآن أضفت له حاجة تانية، إنه الأتو إديتر دي is very important،
لازم تعرف كيف تتعامل معها. انا الان دار استعمل الاتو اديتر دي بحاجه واحده بس just for demonstration. انا ضغطت على الكاميرا دي وقلت له start recording. انت you will not be able to do this لانه ما عندك كاميرتين. انا عندي كاميرتين، كاميرا في الكمبيوتر وكاميرا خارجيه. فانا قمت قلت له allow، قام جاب لي كده وقمت بديت بسم الله الرحمن الرحيم اقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم dear students this course is going to be about كده it is going to take this blah 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 blah. وقوم اقول له stop recording واقول له attach recording لانه انا would like to attach the recording to my course وهو ده recording attach للكورس واعمل له central اخليه في النص وهكذا يعني. خلاص انا كان ممكن اكتب تكست ممكن اخد صوره بس انا حاولت اجيكم من الاخر يعني انه بالاتو اديتر دي يو كان اد صور فيديوز اوديو ريكوردينج تسجيل فيديو حاليا في حاجه اسمها انتراكتيف اليمنتس الى اخره هنتعامل معاها شويه شويه. اي وود لايك يو تو تراي ات توداي اور تومورو عشان تعرفوا كيف بنتعامل مع الاتو اديتر. هنا نحن ار يوزينج ات فور the description of the course. طيب وهنا for adding files to the course. طيب دي هنا الحاجة الثانية اللي هي المنطقة دي for description and content. نجي تحت هنا في other settings course format لا بلا بلا appearance file uploads إلى آخره. اليوم أنا just would like you to try this course format. الفورمات الآن by default اسمه topics format. وهنا احنا عندنا اربع انواع من الفورمات. I want you to test them, have a look at them, لكن ترجعوا في النهايه للtopics format. يعني تغيروا ل week format. خلينا انا اعمل الحكايه دي week format وقلت له save and return to course. حفظت الكورس بعد ما عملت له settings edit settings. خلاص ده الكورس. لاحظوا تغير لي من topic 1 topic 2 topic 3 topic 4 ل من 2 فبراير ل 8 فبراير من 9 فبراير ل كده يعني بيبدا يوم الثلاثاء وبينتهي يوم الاثنين الثاني يوم الثلاثاء الاثنين وهكذا. دي اسمه الكورس الفورمات يعني ديسبلاي فورمات. فدي هنا عملت انا من وين مشيت هنا تريس واخترت edit settings. انت اللي انا داير منك الكورس حقك اسمه تريني رقم كذا تقوم تغيره للكورس اللي انت بتدرسه في الكلية. تقول Architecture Economics ما whatever يعني. تغير الكورس لاسم الكورس اللي انت بتدرسه. تمام؟ الشورت نيم ما تغيره بليز. والكورس كاتيجوري don't touch. متاح لك تغير التايم. يعني انت بتضغط كده وتغير الكورس بيبدا 200 وبينتهي 200. طبعا بيبدا 200 هو ما ممكن يبدا قبل الليله يعني لكن ممكن بعده. فممكن تغير الشهر تغير السنه تغير الساعه الى اخره. وهنا عشان تخليه ينتهي 200 تقوم تقول له انيبل من هنا بعد ما تقول البدايه وبعدين تقوم تحدد له ينتهي 200. وطبعا هنا كان قال له كالكيوليت اوتوماتيكالي لكن توقفها وتعمل انيبل وتغير من هنا if you like. لو دار اوتوماتيك بخليه اوتوماتيك. وهنا بالاتو اديتر تضيف كونتنت تضيف صوره تضيف فيديو تضيف whatever وبعدين you can upload a file وتعمل تيستينج للفورمات المختلفه. انا هرجع topic زي ما كان topic format واقول له save and return. طيب الان الكورس شايف دي سي لو رشيت للداشبورد ده الكورس بتاعي ديمونستريشن كورس ضغطت عليه. طيب وينه الفيديو؟ الفيديو اللي انا عملته ده وينه؟ طيب خلينا نرجع داشبورد وعينه فيري كيرفولي لهنا. الصورة دي هي اللي أنا ممكن أخد صورة هناك تقوم تظهر لي هنا للكورس بتاعي الديمونستريشن كورس. وبالتالي
الاتو اديتر رغم انه انت ممكن تضيف حاجات هناك، خلينا نقول له edit settings قام جاب لي كده وقمت بدير بسم الله الرحمن الرحيم ده انا احذفها بس واخد صوره بس انا للاسف لا ايوه انا هختار صوره من recent files ده اختار لي صوره يا جماعه بس من هنا من الريسنت فايلز لانه الكمبيوتر ده جديد وما فيه فايلز عشان اشيل منها هشيل اي صوره من هنا شلت صوره مايكروسكوب بانر سلكت ذس فايل هنا وين اي سلكت فايل صوره يا اعمل لها ديسكريبشن هنا ولا اقول له ذس ايمج از ديكوراتيف اونلي عشان ما اعمل ديسكريبشن واقول له سيف ايمج لاحظوا انا حطيت صوره هنا وقلت له save and display ورجعت للداشبورد still a demonstration course الصورة اللي فيه دي يبقى أنا صورتي إذا دائرة to represent my course أعمل لها upload أنا أمشي أعمل edit settings مرة ثانية أنا بعمل حاجات دي عشان أنت you try them to see what works and what doesn't work أو الإديتر تجربه يعني خلينا أعمل editing on ما أعرفه it is not fast enough editing أيوة sorry editing يلا الصورة دي أنا داير أعمل لها download save image as وخطيتها في الداونلود بتاعتي ومسحتها من هنا ودائرة اعمل لها دراجينج اند دروبينج هنا هنا اصغر كده امشي نافيج اكسبلورر داونلودز الصوره هذي اعمل لها دراج اند دروب سيف اند ديسبلاي هذه الصورة هنا هو قال لي صورتك دي النوع بتاعها ما مسموح به نجيب هو قال لي only jpg و png وكذا انا كلوز هختار له واحدة من الحاجات اللي هو بيقبلها يعني لا انا دارت ديليت سوري ديليت واختار له صوره ثاني قال جي بي جي و بي ان جي جي بي جي طيب سلكت ذس فايل واقول له سيف اند ريتيرن طيب الان هنا نمشي للداشبورد شايفين صوره الكورس ظهرت لي هنا therefore الحاجة اللي أنا قصدتها شنو بالكلام دي ندخل الكورس من الصورة أو من اسمه هنا كمبيوتر بيقصله شوية in responding what I want you to do لما تدخل تعمل الإديتنج هنا من هنا edit settings I would like you to try تغيير الاسم خلاص جرب دي and see what works and what doesn't work هنا هنا لأنه later on هتلقى في صندوق صغير هنا بيقول لك display معناها الكونتنت اللي هنا will be displayed طيب جربت أنا سجلت فيديو هنا وريتكم طريقة التسجيل لكن بالنسبة للكورس settings ما منها فايدة جيت هنا أضفت صورة للكورس بحيث إنه صفحة الكورس في الداشبورد تكون ريبريزنتد بصورة أنا أشوف إنها مناسبة يعني وهكذا وبعدين قلت لكم غيروا الفايل فورمات ودوسوا سيف أند ديسبلاي طيب تمام باقي حاجة أخيرة عشان أديكم فرصة تو إكسرسايز براحتكم أتسألوا في الأول وبعدين إكسرسايز
عندنا باقي حاجتين مرتبطات ببعض. الحاجة الأولى إنه إيه حكاية turn editing on دي؟ turn editing on معناها elements دي اللي هو أنا الآن ما بقدر أتصرف معاهم أقدر أتصرف معاهم، فبقوم أقول له turn editing on معناها الآن هيحصل لي تغيير. لاحظوا التغيير اللي حصل، الحاجات دي زمان أنا ما أقدر أغير اسمها يعني، لكن الآن جاب لي قلم جنبها معناها I can change the name. انت بعد ما تجرب ما تغير في الأول، جرب الـ different formats، بعد ما خلاص تغير تشوف الفايل فورمات السوشيال فورمات، تشوف الويكلي فورمات، ترجعه لتوبيك فورمات، تجي تضغط القلم دي وتقوم you change the name of the section. ده اسم السكشن يعني. أنا مثلاً حسميه Navigation and Administration اللي هو ده السكشن بتاع الكورس بتاع الموديول بتاع الليلة، وأقوم لازم أدوس Enter عشان التغيير ده يثبت في حتة. This is the change number one when you turn editing on. التغيير الأول إنه بيتاح لي فرصة to change the titles or names of the section. وريتكم الطريقة، تدوس القلم تغير، تدوس انتر في الكيبورد او في التاب او في التلفون، المهم تقول له خلاص fix this بانتر. الحاجة الثانية السيتنجز بتاعت this section، كل سيكشن عنده سيتنجز. وين السيتنجز بتاعته؟ تجي باليمين هنا، سوري مش سيتنج، عنده منيو، المنيو فيه سيتنجز، لو تغطى عليه بيطلع لك المنيو اللي هما أربع حاجات: edit topic, highlight, hide و delete. أنا بقول له edit topic. edit topic بيفتح لي شنو؟ settings of the topic. لاحظوا settings هنا بس الاسم هنا و summary of this، وفي restriction للأكسس. فإذا هنا أنا ممكن أعمل نفس الحكاية. we can try. شوف هنا أنا داير برضو أجرب تجربة بس بسيطة، أنا وعملتها كذا وقلت له تاش ريكوردي، قلت له كذا سنتر خلاص. ده شنو أنا الآن هنا، وقلت له سيف تشينجز. المرة دي أنلايك جبيل الفيديو طلع، معناه أنا لو داير أوصف السكشن ده أقول يا ما السكشن ده عن الموضوع الفلاني ولا بلا 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 بلا. أنا داير برضو أجرب تجربة بس بسيطة لا لا. فإذا هنا you can edit the settings of the section. أنا دارست وأدي the topic تاني عشان أمسح الفيديو. كليك مسحت الفيديو. ممكن أضيف صورة. جبال أنا إضافة الصورة بالنسبة لي. هنا ما نجحت، لكن بضيفها في الأبلود هنا لأنه ما في أبلود، بقول له ده دقيقة داير لي صورة، أجيب صورة مثلا، أجيب الكتاب ده مثلا select this file، وأقوم لازم أقول له this image is decorative only، وأقول له save image خلاص، وأسنترها في النص لأنه أنا دايرة تكون في النص، تكون في النص، وأنزل تحت أقول له save changes. ده إذا أنا داير السكشن يكون غير اسمه في صورة represent السكشن. أنا الآن عملت صورة ما مظبوطة، ما الحاجة اللي أنا I would do. دائما بنخد هنا بانر عشان تلفت النظر، لأنه this is a section، ما تخد صورة زي دي، تخد صورة زي بانر كده بعرض الشاشة بتخليك تبرز إنه this is the section وده النظر section، وممكن كل صورة to represent a section is about what يعني. Later on هنعرف how do we deal with this image. يبقى إذن في حاجتين جربناهم، جربنا editing the name or title of the section، وجربنا editing the section itself، إما editing the topic أو hiding it أو highlighting it أو deleting the topic. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، لكل section في الكورس أنا ممكن أضيف content. الcontent بيضيفه من هنا add an activity or resource، ونحن بنجيب هنا عادة
وإن شاء الله يوم الخميس بنبتدئ من هنا how to add content للكورس بتاعك. خلاص عرفنا when you turn editing on you will be able to do three things. You can change the name or the title of the section. You can edit the section by deleting it, hiding it, highlighting it, or editing its settings. And you can add content to the courses area, to this section. لو دار أضيف content لهذه section بضيفه من هنا. لو دار أضيف content لهذه section بضيفه من هنا. And so on. هذا ما لزم توضيحه اليوم. المجال الآن مفتوح for a couple of questions. لأنه نحن بنحب ننتهي on time وأنا already زي شنو تجاوزت الوقت بشوية يعني وداير to stop sharing في الأول ونفتح لكم المجال to ask questions about الحياة اللي غطيناها اليوم navigation and administration وبعد ما نوقف الزوم انت you can do the issues اللي قلنا لك. طيب sorry في حاجة I should have explained early. Let me explain it now. لأنه أنت you are expected to do a few things. أنا أطلع من الكورس ده. أنا بالنسبة لي وبالنسبة داشبورد موجودة هنا وموجودة هنا يا جماعة. داشبورد موجودة هنا وموجودة هنا. ده أنا رجعت داشبورد. رجعت الداشبورد. الكورس اللي أنت مضاف إليه والتاني اللي هو اسمه e-learning through Moodle for faculty of architecture ده مفروض انت اليوم تذاكر منه يعني وبروف بكري قال لكم اول حاجة تعملوها تدخلوا هنا introduce yourself دي وكاتب لكم هنا dear colleague the forum is an ice breaking area for you to introduce yourself الى اخر فانت لازم تدخل جوا هنا الليلة كويس وفي ابو بكري already did it الباقيين عملوا نفس الحركة اللي هو تقول add a new topic والtopic تسمي باسمك انت وتعرف نفسك يعني هسه دارين نشوف ابو بكر ده كتب شنو ابو بكر هو ده قال I am an associate professor at the department of architectural design faculty of architecture share the screen if possible يا بروف ايوه جدا جدا دقيقة انا نسيته معلش شير سكرين ونرجع من البداية بس نرجع لورا داشبورد ادخل الكورس طوالي انا ده الكورس وانت هنا مفروض شنو تدخل to introduce yourself تنزل تحت هتلقى add a new discussion topic هضيفه أربع شوية لكن لقيت أبو بكر أضاف نضغط نشوف أبو بكر أضاف قال شنو فإنت هتلقى أبو بكر عرف نفسه لكن متح لك فرصة ريبلاي له فإنت لو دات ريبلاي لأبو بكر تضغط هنا تقول ريبلاي هيقوم يجيب لك حتى عشان تكتب له الريبلاي لو إنت الريبلاي دات تعمله بسوفستيكيتد تفتح الأتو إديتر من هنا تضغط أدفانسد لاحظ أدفانس طوالي بنقولك للأتو إديتر هنا أنت ممكن تقول لي بالله أنت قريت في الحتة الفلانية إلى آخره وتخد صور وتخد فيديوز وتخد whatever بالأتو إديتر وتقوم تقول post to the forum فأنا بس هكتب كلمة واحدة بالله وأقول له post to forum بقى ده الانترودكشن بتاع أبو بكر وده الرد بتاعه عليه انت بعد كده متاح لك تمشي ريبلاي بتاعه ابو بكر او تمشي ريبلاي لي انا لكلام اللي انا كتبته يعني ريبلاي وتقول لي والله بالله والله طيب اذا ده تضيف هنا جديد ده تضيف انت اول حاجه ده الفت نظركم لحاجه لاحظوا النافيجيشن اللي هنا شايف النافيجيشن جميل كان ثلاثه مستويات الان جاب لي انا الان في ابو بكر وابو بكر في introduce yourself في general section of the course والgeneral section of the course في الكورس اذا انا دار اطلع مره واحده للكورس بره بضغط هنا دار امشي للسكشن بتاع general بضغط هنا دار امشي
للفورم بضغط هنا عشان ارجع للفورم. طيب كده نسمع مايكل وبعدين الفاضل وبعدينك ولا هل دي الايادي مرفعه من قبل ولا جديده رفعتوها جديده؟ مايكل ايدك دي مرفوعه من قبل؟ لا ما يعني بعد ما كان انت حضرتك خلصت يعني. طيب ميرسي خلص بروف على على الحاجه يا بس احنا كنا يعني وجست احنا ومست الليكشر الاول فمن ما انت قلت حته انتروديوس يور سيلف وكده احنا طشينا برا يعني انا بشوف الليكشر الاول ده بس لو كان عليه بريف سمري لكن ما ممكن يعني ما الا الليله بس ممكن في بدايه الليكشر الجاي عشان جست نبدا معاكم التراك من الاول يعني. تمام 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 جدا. ولا ايدك دي مرفوعه من جبال ولا هسه؟ لا من هسه. طيب اتفضلي. بس عندي سؤال في نفس الحته دي بتاعت introduce yourself انا حاولت جبال انه ادخل وسؤال نيو توبيك بيقول لي you can't edit or you can't add because you're not a member of a group. جبلي زي تاك احمر كده فما عارفه يعني ممكن تكون مشكله شنو. ايوه طيب انا طبعا الهناي ده عمله بروف بكري خلينا عامل لنا شيرنج للسكرين وخلينا لسه السي حاصل لك شنو شير يور سكرين. اوكي بس انا تقريبا يعني عملت سكرين شوت للحاجه دي بس حاليا لا نحن ما مصرين انه هاي نقول لي شير يور سكرين عشان نتعود على شيرنج سكرين. طيب كده ايوه ايوه تمام مع سكرين شوت اي البيج ولا الاورنج موفينج دي نوت ايبل تو كرييت ديسكشن ان ايبل تو كرييت ا ديسكشن ما في ذا ريزلت تايم طلعت كده حاجه اوف اني جروب سيبريت جروب انت لكن دي سكرين شوت انا كنت بتعملها لنا لايف عشان نشوفها اني هاو did anybody else try في زول جرب وطلع له رساله لانه ابو بكر ده ايوه انا برضه قبل الظهر عملت نافيجيشن في الحته دي برضه اداني نفس الرساله بتاعت ولادي لكن انا افتكر الان بعد الشرح ده لو انا جربتها ثاني متاكد انه ممكن الريزلت تكون مختلفه. Why don't you try it الآن وتورينا تدينا تقرير سريع. طيب منى أي صلاح لا أنا لأنه شغال في شغال نعب الموبايل. طيب ندي منى الرضوان رافع يدها طيب let me try it myself انا جربتها يعني ما ادري خليني امشي كده let me كليك هنا عادي جدا هذا الديسكشن توبيك طوال جاب لي يعني I don't know what the issue is. خلينا نرجع هنا. طبعا بالمناسبة انت as a teacher anywhere you are in any element موجود you can edit it من هنا طوالي تقول له edit settings ونجي نشوف هنا الavailability والجروب والحاجات دي هل في restriction ولا حاجة. انا افتكر قبل نحن ما دخلنا as teachers انا ولا ما دخلنا as teachers لكن هسه بعد الشرح ده لا ترينيز في الكورس ده بالذات انتو ستودنتس ما teachers انا اللي فت نظرك ليها لما تكون teacher في الكورس بتاعك بهناك يعني لكن الان انت كستودنت مفروض هنا انا ما داري اشوف هل بكري
عملية restriction هنحدد groups level availability and attachment subscription and tracking optional subscription read tracking optional كل ما في حاجة discussion blocking do not lock personal blocking ما في do not block يعني شنو ما في any restriction قال لك roles with permissions to rate the rating common module settings show on the courses page no groups هيدي no groups فما في restriction restrict access ما في restriction قال لك restrict access no ما في restriction فاذا ما في سبب للرساله دي ما عارف ليه انت save and return to course فكتبت please try it وخلينا يعني let me check it again اشوف فيه يعني لكن ده اكمل يا جماعه بس حاجه بسيطه انه ده هنا you introduce yourself لكن you chat with others يعني كل واحد فيكم يعرف نفسه ويدخل على الناس التانيين يقدر يتعرف عليهم ويسالهم بعض الاسئله بالله انت قريت في دندي انت قريت في الحب الله وكده يعني ونسى المكان دي للناس يتعرفوا على بعض وكده طيب عندنا حاجة تانية تحت هنا برضو في الجنرال لو لاحظتوا دي الزول اللي ما بيعرف تنافيجيت زوم ودار يعرف هنا عندنا حاطط لك هنا لينك للنافيجيشن بتاع زوم فيديو يعني ف you can also watch this video عن النافيجيشن of زوم يعني عندك في you need to share the screen يا بروف بالله بالله keep a watch keep a watch on me كل ما انسى ذكروني بالله شكرا جزيلا share screen تمام طيب نرجع هنا للكورس طيب في الكورس اللي هو اي ليرنينج دي بعد ما تعمل انترودكشن ليور سيلف اللي هناك في النافيجيشن دي واصغر ده هنا ده مكان الانترودكشن اهو ده تحته في ريسورسز منها الفيديو بتاع الزوم دي يو كان واتش ات في زي فايل صغير كده ان احنا عاملينه ان ذا فورم اوف اي بوك انت ممكن تدخل على هذا الكتاب الاخضر دي فيه فيديو جنرال عن موديل والكورس اوفر فيو ديل واتش ذم لانه بيدوك فرصه فكره عن الكلام اللي قلناه والليله قبل الداشبورد الداشبورد حتلقاه لتحت يو كان اولسو كليك اون ات دي معلش مكرره انا ام جوين تو ديليت ذم لانهم اقوى من لهم ديليت الان عندك إذن حاجة عن الـ introduce yourself والموديل overview والزوم navigation ده موديول 1 اللي هو درسه بكري وموديول 2 درسه بكري والresources بتاعته تمام ده navigation and course administration ده بتاع الليلة الموديول بتاع الليلة أنا دايرك تدخل تعرف الـ objectives حقته وتفتح الكتاب دي تمر على الكتاب ده كامل وعندي هدفين المحتوى بهمنا وشكل الكتاب بهمنا يعني الكتاب دي I want you to navigate في الكتاب الشابترز ممكن تمشي لها من هنا ممكن تمشي لها من هنا شايف finding your way around دي navigation of Moodle بعدين about the dashboard في كلام عن الداشبورد وفي فيديو وده كل الكلام اللي أنا قلت لكم هسه ده كل ودي هاند اوت يعني وفي شابتر بعده عن البلوكس دي ما في داعي انا ذكرت لكم البلوكس جاست ان جنرال وفي عن الكورسز لو مشيت فيها هتلقى الكورسز وشكلها وطريقتها وات از ا كورس اند هاو دو يو لاي اوت ا كورس وهاو دو يو اديت ا كورس سكشن الكلام اللي انا قلته قبل شويه عن النافيجيشن اند ادمنستريشن التولز دي نحن ما لقينا وقت انه نتعامل معاها لكن الفايل بيكر انا ذكرته وادينغ ان اديتنج تكست والاكتيفيتي تشوزر ده لسه فالباقي دي الاكتيفيتي تشوزر دي هنعمله
بداية السيشن بداية يوم الخميس، بعدين عندنا مونيتوري. فإذا ده كتاب بالنسبة لك أنت مهم as reading material، لكن بعض الأشياء advanced نحن ما we didn't touch، ما في داعي الآن تشغل نفسك. فده الجزء الأول من ناحية القراية. نجي بعد كده لأننا أنا داير أمشي للسكشن طوالي، أضغط هنا أجي للسكشن بتاعي navigation and administration وأشوف بعد الكتاب في شنو. بعد الكتاب في فورم، الفورم ده يا غير بتاع introduce yourself، ده فورم، this forum is for you to discuss issues related to navigation and course basic course management. لو في حاجة غلبتك، حاجة جديدة عرفتها أنت، لقيت سورس كويس، تدخل في الفورم ده وتقول يا جماعة والله لقيت لي فيديو تمام جدا، ويو اد اي نيو ديسكشن توبيك وتقول سي ذس، او تقول يا جماعة انا حكاية اضيف صورتي في الحتة الفلانية ما عرفت ليها، بيعملوها كيف يا جماعة. فدي زي فنتليشن سبيس فور يو عن النافيجيشن ادمنستريشن، ولكنه لكل سكشن عندنا فورم زي ده. يعني الفورم ده خاص بالنافيجيشن ادمنستريشن، في فورم تاني خاص بالسكشن البعض وهكذا. فاذا دي ذس فورم. عندنا اساينمنت عشان نطمئن لانه انت هتعمل الحاجات اديناك خطوات دايرينك تعملها. في حاجات ما ضروري، مثلا نمره 6 تشينج اند فورس لانجويج تو عربي، دي ما ضروري، لكن لوج ان تو يور كورس فروم ذا سيتنج ايكون سيلكت اديت سيتنجز الى اخره. بعد ما تعمل الكلام ده يو داونلود ذس وورد دوكيومنت وتعمل فيها تشيك، اتس ا تشيك ليست، تقول يا جماعه انا عملته وعملته وعملته وعملتها، وتجي تعمل لنا ليها ابلود، تعمل ابلود في هذا هذه الاساينمنت دي نمرة 3. واخيرا دي برضو عندنا هدفين، الهدف الاول انه تدينا فيدباك، والهدف الثاني يو لوك ات how do surveys ready made surveys look like. This is a ready made survey. We would like you to answer it عشان تعرف حاجتين، انه how do they look like، والكلام اللي قاله بروف بكري في السيشن بتاع يوم الاحد في some of the issues موجوده هنا، we would like you to have a look at وتجاوب عليها، على اساس انه دي حاجه اسمها appreciative inquiry. We ask you questions. Through the questions, you will learn something. So please reply to this survey. Again, ده الكورس تدخل وتمر علينا عليه من الأول لحد ما تصل السكشن بتاع موديول 3. معليش تمشي موديول 4، هو لسه ما جاء، لكن فيه فيديو عن الأتو إديتر والهنا، ممكن تستبق الأحداث وتشوف الفيديو دي عن الأتو إديتر، لكن فيه الفايل مش الفايل الأكتيفيتي أو ريسورس سيلكتر. فبليز واتش ذا فيديو، عندنا أهداف من هذا الفيديو، بليز هاف ا لوك ات. شكرا جزيلا، ومعليش مرة ثانية إذا كان الموضوع طول شوية أكثر مما توقعنا، بس اليوم كان في certain issues كان لابد منها. Finally, if you have any questions, burning questions, you can go ahead and ask. يا بروف سنة. أيوة. شكرا لك. لكن شايف في ناس رافعين يدين والناس. دين افتكر رافعينها طول ولا شنو؟ منى. لا يا بروف رفعتها ثاني. كويس، طيب تفضل راوي. ما عندي سؤال ثاني، بس داري لاحظت انه قبل اللينك اللي قبل المسج بتاعت انه انا ما في جروب دي، كان دخلت باللينك اللي ترسل في الايميل اول حاجه من الايميل اللي اسمه ادمنستريتور او something، لكن حس رجعت دخلت من اللينك ثاني رسله دكتور اكرم في الشات جروب بتاع الواتساب، ما بيعمل المشكله دي، يعني اي كان قاعده ديسكشن اوكي 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 اوكي. طيب شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا يا بروف. طيب يا جماعه الليله اخذنا 3 ساعات، ما قاصدين يعني المره الجايه don't worry it is going to be only 2 hours. تمام.
والتسجيل بتاع اليوم. شكرا يا بروف، شكرا كتر خيرك، الله يديكم العافية، تصبحوا على خير. من أهله التسجيل بيكون وين يا بروف؟ في نفس الموقع، شفت تحت الكورس في الكورس اللي قلت لك شوفه دي، بعد نص ساعة كده حتلاقي التسجيل ده نفسه فيه. أوكي تمام، شكرا جزيلا. الزمن ما شرحنا شديد يا بروف، it's only 5 minutes. يعني آه بالله، يا ده ساعتين. أنا بدينا 6 ساعات، بدينا 6 ساعات، 3 ساعات على الكهرباء في اليرة. لا 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 لا، تمام، إذا ساعتين مظبوط ممتاز. كتر خيرك كتير. الله يديك والله. خيرك والله يا بروف، شكرا لك. هيدا كده 100 100. لا تمام.